خلونا دلوقتي نروح لمدينة العالمين الجديدة مع زميلتنا جمانة ماهر اللي هتنقل لنا من هناك آخر أخبار هذا الحدث الفني الضخم والفعاليات اللي هتكون موجودة النهاردة. مساء الخير عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا باسانتو، مساء الخير على كل مشاهدين القناة الأولى في كل مكان. الحقيقة إحنا معاكم لسه مستمرين في تغطيتنا لفعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالم عالمين. إحنا النهاردة حقيقي في عالم العالمين، في فعاليات كتيرة جدا موجودة، فعاليات مختلفة، فعاليات بتستهدف جموع الشعب المصري حتى الشعب العربي الحقيقة بمختلف فئاته ومختلف أعماره كمان بمختلف اهتماماته. احنا النهاردة كنا مع حضراتكم من خلال كده تقارير عن مجالات مختلفة وفعاليات مختلفة موجودة في مهرجان العالمين وحتى كمان من مدينة العالمين، خدناكم كده معانا في رحلة هنتابعها مع حضراتكم على مدار الساعة اللي جاية. خلينا نتابع مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسنت فضلي كلنا يا جمانة كده الأجواء عندك النهاردة عاملة ازاي؟ الحقيقه بسنت الاجواء النهارده يعني من الصبح كان في زحمه الى حد كبير، وكان في طبعا يعني فيدباك وردود افعال قويه وايجابيه جدا عن انطلاق حفل الافتتاح امبارح. طبعا كان في تفاصيل كتير جدا موجوده على المسرح من اول الموسيقار مصطفى الحلواني لغايه حتى الفرقه الاستعراضيه اللي قدمت رقصه مستوحاه من الدبكه الفلسطينيه ورقصه اصحاب الارض، حتى كمان اداء الفنانه دينا الوديدي على المسرح والاغنيه اللي لمست قلوبنا كل لنا، حتى طبعا الكينج محمد منير مع الفاير ووركس. كان في زحمه كبيره جدا موجوده امبارح، والنهارده لسه ردود الافعال مستمره الحقيقه، ويمكن كمان فعاليات كتير قوي موجوده هنا يا باسانت، فعاليات رياضيه وانشطه رياضيه موجوده هنا حقيقي. يمكن انا لما قعدت ادور كده في التفاصيل انا نفسي اتفاجئت بكم الانشطه اللي موجوده هنا والخدمات اللي موجوده هنا، كل تفصيله معمول حسابها، كل اهتمام يعني متاخد في عين الاعتبار. الحقيقه انه في مجهود كبير جدا مبذول من اداره المهرجان في هذه النسخه. طبعا يعني زي ما احنا بنتكلم انه النجاح صعب، لكن الاستمرار في النجاح والمحافظه عليه هو حقيقي التحدي الاصعب، وده اللي بتحاول اداره المهرجان ان هي تحققه في هذه النسخه. احنا معاكم في متابعه انشطه مختلفه ولسه مكملين معاكم على مدار ايام المهرجان، هنحاول نقول لكم كل حاجه بتحصل هنا. هنكون عينكم في مدينه العالمين الجديده وهنكون عينكم كمان في مهرجان العالم عالمين. بالفعل يا جمانة يعني بالرغم من أنه دي بس الدورة الثانية للمهرجان، لكن إحنا قادرين نحس كأنها الدورة الـ20 من كتر التنظيم، من كتر الاهتمام الكبير بهذا المهرجان، ويعني خلينا أقول الفعاليات الكتيرة، بنتكلم على أكتر من 20 فعالية. وخلينا ما ننساش الدور الكبير أو يعني إحنا النهاردة بننساش أخواتنا في فلسطين، بنتكلم على 60% من عائد هذا المهرجان هيرجع لإخواتنا في غزة. الاهتمام الكبير بالفعاليات سواء الرقصة الفلسطينية، دينا الوديدي غنت كتير طبعا القضية الفلسطينية وغيره وغيره. كلميني بقى عن الفعاليات النهاردة يا جمانة كانت عاملة ازاي، هل في فعاليات رياضية كانت موجودة، احكي لي أكتر. في فعاليات طبعا رياضيه موجوده بسنت على مدار ايام المهرجان عامه، يعني في انشطه متعلقه بالبينت بول، في انشطه متعلقه بالبيتش فولي بول، بالبيتش سوكر، في كره القدم الشاطئيه وكره الطائره الشاطئيه. في فعاليات رياضيه كتيره جدا موجوده هنا الحقيقه، وهي موجوده على مدار ايام المهرجان مش بس ايام محدده، ده غير كمان رياضه الباراموتر الموجوده كمان هنا في مدينه العالمين، ويمكن السكاي سبورتس اللي موجوده كمان هنا. طول الوقت حقيقي هتلاقي حاجه تعمليها، طول الوقت هتلاقي انشطه تقومي بيها، وهتلاقي تجارب جديده ومغامرات جديده تشوفيها في مدينه العالمين. مش بس كده كمان يا باسانت، حتى من ناحيه الثقافه واحنا بنتكلم على المدينه التراثيه، حتى يمكن العروض المسرحيه اللي هتكون موجوده، حقيقي كل حد بيجي هنا اولا لو ليه اي اهتمام هيلاقي النشاط اللي بيلاقي هذا الاهتمام، وهيلاقي طول الوقت حاجات جديده كمان يجربها. الجو كمان حلو قوي قوي يا باسانت، مش قادره احكي لك بتغزيني يا جماعه. صحيح في شويه حر لكن الحقيقه يمكن يعني مش بالظبط، يعني انا عارفه ان انت هتبسطي لي، عارفه انت اكيد اكيد ده اكيد هتفرحي لي، وبعدين بنقلك الاجواء اكيد ده اكيد.
انت بتقولي ان الجو حلو، الجميل كمان انه في المهرجان الاسره كلها تقدر تعمل كل حاجه، في فعاليات للطفل، فعاليات للشباب، الحفلات، حفلات ثقافيه وفنيه وغيره وغيره، فهو فعلا مهرجان للاسره المصريه بشكل عام. ايضا يعني الحقيقه هو لكل الفئات يا بسنت، حقيقه اي حد ممكن يقدر يجي هنا ويستمتع، وكل كل كل الانشطه الحقيقه في متناول الجميع، حتى يمكن الشاطئ المجاني اللي الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه كانت حريصه ان هي تقيم هذا الشاطئ السنه دي، حقيقي يعني فرصة هايلة ان احنا نيجي ننفس عن تعب السنة وشغل السنة وشغل الاسبوع من خلال انشطة كمان مفيدة جدا، انشطة ثقافية وفنية ورياضية، وتستمتع وتقابل النجوم اللي انت بتحبها، حتى نجوم الرياضة نجوم الفن موجودين كمان هنا في مهرجان العالم عالمين. احنا بنشكرك يا جمانة وهنرجع لك تاني اكيد كمان شوية، ف يعني خليكي معانا.